زكاتك، زكاتك اللي في بيت الزكاة والصدقات المصري فرحت ناس كتير. زكاتك اللي دفعتها قدرت تكفل 70,000 أسرة فقيرة وعملت عمليات قلب لكتير من المرضى، ده غير تطوير القرى والغارمين والتعليم. بس لسه المشوار طويل. طول ما انت بتدفع زكاتك في المكان الصح، طول ما المحتاج هيلاقي اللي يقف جنبه ويرعاه، عشان زكاتك بتوصل كاملة من غير خصم أي مصروفات. بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف شيخ الأزهر. الزكاة في بيت الزكاة.